الكبرى الأبيع حاليا تذكر البناية ما بيها شيء شباب ما ضبطوها ضبطوها بغض النظر عن المسألة بس هاي هم تصير شعور عندك فهمت هاي تفيدك والله يعني بس اشكر زيارة الاستاذ رافع الطائي المتكررة الى متوسط بدر الكبرى والوقوف على احتياجات المتوسطة من رحلات وسبورات وما تطلب المدرسة من مستلزمات لإقامة العام الدراسي الجديد، ونشكره الشكر الجزيل، وإن شاء الله هذه في ميزان حسناته لأنه يقف مع أبناء الموصل وخاصة المناطق المنكوبة مثل منطقة الزنجلي وتوفير ما يتطلبه العام الدراسي الجديد، فنشكره الشكر الجزيل. معاش على شباكين. على شباكين. 1 2 3 4 5 6 7 في